ترك أثر. كاتب وروائي سعودي غزير الإنتاج، له الكثير من الروايات بالإضافة لمجموعة قصصية، وحصل على جائزة البوكر العالمية اللي هي من أهم الجوائز الأدبية بنسختها العربية عن روايته ترمي بشرر. شخصياتنا اليوم لها أثر كبير مو بس عندنا بالسعودية، على فكرة هو الكاتب والروائي عبده خال، عمل بالصحافة عام 82 وشارك في تحرير دورية الراوي اللي أصدرها نادي جدة الأدبي، وهي مختصة بالسرد في الجزيرة العربية. بالإضافة هو مشارك بعد بتحرير مجلة النص الجديد المعنية بالأدب الحديث لكتاب المملكة، نشر العديد من المقالات في المجلات المحلية والعربية ومنها مجلة العربي الكويتية الشهيرة وأخبار الأدب المصرية، بالإضافة إلى مجلة نزوة العمانية وغيرها. حصل الكثير من الدروع والميداليات والشهادات من بعض الأندية والجمعيات الثقافية اللي شارك فيها، تتعدى تكريمه في كثير من المؤتمرات الأدبية والملحقيات الثقافية مثل تكريمه في الكويت، الجزائر، أمريكا، فرنسا، ألمانيا وسوريا والبحرين، قطر والإمارات واليمن. خلونا نتكلم عن المجموعات القصصية. اشترك في مهرجانات عربية ومحلية مثل أمسيات قصصية في جمعية الثقافة والفنون في كل من الطايف، الحسا، الدمام والرياض والباحة. أما على الصعيد العالمي قدم أمسيات قصصية في كل من الأماكن هذه: المقهى الثقافي في معرض القاهرة الدولي، اتحاد الكتاب اليمنيين في صنعاء وعدن، والكويت وباريس، وفي معرض فرانكفورت في ألمانيا، وحتى في الإمارات العربية المتحدة. هذه القصص مستمعينا تم ترجمتها، ومنها رشيد الحيدري والأوراق، بالإضافة لمجموعة قصصية للأطفال هي مستوحاة من حكايات المداد. ترجم له قسم من روايته مدن تأكل العشب إلى كل من الإنجليزية والفرنسية في عام 2010. روايته اللي فازت بجائزة البوكر العالمية ترمي بشرر أيضا تم ترجمتها، واختيرت من بين 115 عمل للروائيين ينتمون لعدد من الدول العربية. وصفه وزير الثقافة السعودي آنذاك عبد العزيز خوجة بأن الكاتب عبده خال سفير المملكة العربية السعودية في الإبداع. يعتبر عبده خال من الأكثر وفاء للكتابة الروائية ومن الروائيين اللي كتبوا في وقت ما كانت بدت طفرة الكتابة الروائية اللي نشوفها الحين، وأصبحت أقرب إلى الموضة منها إلى الإبداع الإنساني. والكتابة على حسب قوله: الكتابة عندي كطائر يحلق في السماء حتى إذا تعب يعود لعشه، ثم ما يلبث أن يستعد للتحليق مرة أخرى. وهذا حديثنا لليوم عن الكاتب والروائي عبده خال. ترك أثر. ترك أثر.